السلام عليكم، معاكم دكتور سليم محمود قريطم. الناس اللي بتعاني من الدوخه اثناء السفر، الناس اللي لما بيسافروا بيحسوا بدوخه ودوار وميل للترجيع، مفيش حل للكلام ده يا دكتور. طيب قبل ما نبتدي بالعلاج لازم ندي بعض النصايح. لازم قبل السفر بساعه على الاقل مفيش اكل نهائي، تمام؟ كمان يعني مفروض الواحد ما ياكلش ولا يشرب كتير ولا يملى بطنه كتير، عشان ده هيأثر أثناء السفر، لأن بيحصل اضطرابات في الأذن الداخلية وممكن يحصل ترجيع وممكن يحصل دوخة ودوار. طب يا دكتور ما كلتش برضو وما شربتش وبرضو في دوخة ودوار وترجيع، أعمل إيه؟ النهاردة جبنا لكم دواء من الأدوية المهمة جدا اللي بتغلب على الترجيع والدوخة والدوار أثناء السفر، اللي هو درامينكس أقراص. درامينكس أقراص عبارة عن مادة دايمين هيدرونيت. الأقراص دي عبارة عن علبة شريطين زي ما حضراتكم شايفين، العلبة كلها بعشرة ونص، بخمسة وربع، نقول بخمسة جنيه. أدا الشريط أهو، درامينكس أهو، تمام. بيستخدم لإيه؟ بيستخدم لعلاج حالات الدوخة وحالات الدوار وحالات الترجيع اللي بتحصل أثناء السفر، ولانه بيعمل على اتزان الاذن الداخليه، لان الدوخه والترجيع بتحصل نتيجه اضطرابات في الاذن الداخليه. طب جرعته يا دكتور للكبار قرص 3 مرات في اليوم، وللاطفال نص قرص 3 مرات في اليوم، يعني اطفال مثلا من 6 ل 7 او 7 سنين كده نص قرص 3 مرات في اليوم. يعني من الاخر كده نقدر نقول ان انا استعماله ممكن استعمل قبل السفر بساعه قرص القرصين، تمام. نفس الكلام ده اثناء الذهاب، اثناء العوده قرص القرصين قبل السفر بساعه، ويا ريت برده عدم الاكل. والاطفال نص قرص بس كافي كافي، وان شاء الله هيجيب نتيجه كويسه مع الاطفال، تمام. والكبار كمان العلبه 20 قرص ب 10 ونص، الشريط ب 5 وربع. طيب يا دكتور، ساعات الدرامينكس بيجيب نتائج مع ناس ومع ناس تانية برضو بيبقى لسه في دوخة ودوار وميل للترجيع، مفيش دواء تاني، مفيش دواء يتغلب على الموضوع ده؟ لا، معانا أموسربرال بلس أقراص. زي ما حضراتكم شايفين أموسربرال بلس أقراص، العلبة 3 شرايط، العلبة ب 15 جنيه، سعر الشريط 5 جنيه، برضو رخيص جدا. أهو أدي شكل الشريط، تمام، وده من ورا أهو شكل الشريط أهو، تمام. الاموسربرال بلس اقراص ده في ايه؟ في زي الدرامينكس مادة الدايمين هيدرونيت، زايدة عليه مادة السينرازين، تركيز بس 25 ملي جرام، بس بتركيز 20 ملي جرام، اسف، بتركيز 20 ملي جرام، تمام. طيب ايه فايدته او ايه اللي هيعمله؟ اللي هيعمله انه هيعالج لي الدوخه والدوار، وهيعالج لي الترجيع اللي بيحصل بسبب السفر، انه برضه هيأثر على الاذن الداخليه، تمام، ويعمل عمليه اتزان في الاذن الداخليه. كمان مش بس كده، هيعالج الدوار، سواء دوار بحر، سواء طياره، ركبت عربيه، ركبت اي مواصله لاي سبب كان. بس الدواء ده بلاش للاطفال، وما فيش اطفال، ينفع للبالغين الكبار بس. وجرعته قرص 3 مرات في اليوم. يعني لو هستعمله في السفر استعمل قرص قبل السفر بساعه، تمام، وانا راجع برضو قرص قبل السفر بساعه. ويا ريت ما ناكلش كتير قبل السفر بساعه، نمنع الاكل عشان ما ياثرش على المعده وما يخليش شخص عايز عنده ميل للترجيع او ميل للغثيان. العلبه الاموسربرال بلس علبه 3 شرايط ب 15 جنيه، سعر الشريط 5 جنيه، تمام. وكمان كنت عايز اقول نقطه معينه كمان، ان الناس اللي عندهم دوخه او دوار او عدم اتزان او بيقوم من النوم بيقوم من على السرير حاسين بدوخه او في كده زي نظام الدايه بتلف بيهم، لا، انا انصح بالاموسربرال بلس، فعلا بيجيب نتائج معاس كويسه بجرعه قرص بعد الاكل 3 مرات في اليوم. طيب لو الـ 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 الادويه ان شاء الله الادويه دي بتجيب نتيجه فعاله وقويه جدا، اما لو تم الدوخه والدمار استمرت، تمام، هنا لازم اتجاه وتوجه لطبيب الانف والاذن والحنجره عشان نعرف السبب ايه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.